بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما. رواه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صحه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ المصنف في هذا الباب بحديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. قال: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال الحافظ: روى هذا الحديث الترمذي وصححه. قال: وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف. قال: وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. هذا الحديث جاء من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، عن أبيه عن جده. وهذا كثير قد اتفق على تضعيفه، وأنه يروي في هذه الصحيفة عن أبيه عن جده أحاديث ليست بالصحيحة، حتى قال ابن حبان أبو حاتم بن حبان: إن صحيفة كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده صحيفة موضوعة لا يحل روايتها ولا ذكرها إلا للاعتبار. وقد نقل عبد الله بن الإمام أحمد أن أباه الإمام أحمد ضرب على حديث كثير عن أبيه عن جده، ولم يروي في المسند شيئا منه البتة، فدل ذلك على أن هذه الصحيفة لا تصح ولا يجوز الاحتجاج بها على سبيل الانفراد. لكن أشكل على ذلك أن الترمذي رحمه الله تعالى روى هذا الحديث ثم قال عقب روايته له: إنه حديث حسن صحيح، كذا في سنن الترمذي. وأشكل تصحيح الترمذي رحمه الله تعالى لهذا الحديث إشكالا كبيرا، حتى لقد تكلم في تصحيح الترمذي على الأحاديث وترك كلامه عليهم بسبب هذا الحديث بالخصوص. فقد ذكر الذهبي في كتاب الميزان، أعني ميزان الاعتدال، ذكر الحديث في كثير بن عبد الله وأنه قد اتفق على تضعيفه، ثم ذكر أن الترمذي قد صحح له هذا الحديث بخصوصه، وهو حديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. ثم ذكر أن لأجل تصحيح الترمذي لهذا الحديث قال: فلأجله أو لهذا فإنه لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي، وذلك لما وقع منه من وهم في تصحيح هذا الحديث مع الاتفاق على تضعيفه. بيد أنه أجيب عن هذا الأمر بما ذكره المصنف هنا، وسبقه إليه الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن الترمذي إنما حكم بتصحيح هذا الحديث لأجل أن له شواهد ومتابعات تقوي إسناده، إضافة إلى أن نصوص الشريعة دالة عليه كما سيأتي بعد قليل. ومن الإجابة عن كلام الترمذي أن الترمذي لم يصحح هذا الحديث في كل نسخه، بل قد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه على تهذيب السنن أن الترمذي قال في بعض النسخ: هو حديث حسن. ونحن نعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في معنى كلام الترمذي إن الحديث حسن، ومن هذه التوجيهات توجيه لبعض أهل العلم أن تحسين الترمذي المراد به إنما هو أن يكون معناه عليه العمل وهو صالح للاحتجاج، لا أنه صحيح الإسناد. وهذه أحد التوجيهات لمعنى كلام الترمذي إنه حسن. ولأهل العلم كلام طويل في تحسين الترمذي ما معنى، فالمقصود أن هنا هذان توجيهان متقاربان في توجيه ما جاء عن الترمذي في هذا الحديث. هذا الحديث مع ضعفه إلا أن له شواهد، كما نقل المصنف من حديث أبي هريرة وقال: إن ابن حبان قد صححه، وكذلك أيضا صححه الدارقطني كما نقله عنه ابن القيم، وله شواهد كثيرة أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في تتبعها.
وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا الحديث وإن كان الواحد من أسانيده ضعيف لا يصح الاحتجاج به، إلا أن له من الطرق ما يكون باجتماعها يحكم بقوة هذا الحديث ويجعله محتجا به، بل قال إن المعنى الذي أتى به يشهد له الكتاب والسنة. إذن عرفنا الآن أن هذا الحديث كإسناد هو ضعيف، بيد أن له شواهد تدل عليه، ومجموع هذه الطرق يدل على أن الحديث أصلا ناهيك عن أن معناه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم الصلح، المراد بالصلح قاله هي المعاقدة، أو هي معاقدة لإنهاء خصومة بين اثنين. إذن فالصلح إنما هي معاقدة وليست عقدا في ذاتها، وهذا ما قرره كثير من أهل العلم، فقد بينوا أن الصلح إنما هو معاقدة يؤول إلى عقد آخر. فلو أن امرأ صالح عن مال بعروض أو العكس، فإن هذا الصلح يأخذ حكم البيع، فيشترط فيه ما يشترط في سائر عقود البيوع. وإن صالح عن منفعة بنقد أو عين فإنها تأخذ حكم الإجارة، وإن صالح بنقد عن نقد فإنه يأخذ حكم الصرف، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز التفرق قبل التقابض. وإن صالح بنقد عن نقد من جنسه ونوعه فإنه يكون إبراء، لأنه من أنواع الإسقاط. إذن الصلح في حقيقته ليس عقدا منفردا، وإنما هو آيل إلى غيره من العقود، ولذا عبر الفقهاء بكونه معاقدة. الأمر الثاني في قول الفقهاء رحمهم الله تعالى: إن الصلح معاقدة يتوصل بها لإنهاء الخصومة، يدلنا على أنه لا تكون هناك معاقدة ولا صلح إلا بعد وجود خصومة، إذ لو لم تكن خصومة فإنه لا يسمى صلحا، وإنما يسمى أي نوع آخر كالإبراء أو الإسقاط أو العفو أو غير ذلك. والأصل عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن عقد الصلح قد خفف فيه ما لم يخفف في غيره من العقود في الشروط، ولذلك فإنه يجوز الصلح عن المجهول، ولا يصح الصلح بالمجهول، وإنما عن المجهول، ويصح الصلح عن الإقرار وعن إنكار كذلك. وذلك أن الله عز وجل قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. وهذه العقود الثلاثة هي من عقود التبرعات، أو ما فيها معنى التبرع، فيتساهل فيها ما لا يتساهل في غيرها. الجملة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم الصلح، هذه تدل على عموم، أي كل أنواع الصلح إلا ما استثني. وفي هذا دليل على من منع من الصلح عن إنكار، وهم الشافعية، فإن هذا الحديث يدل على أن سائر صور الصلح جائزة، سواء كان عن إقرار أو كان عن إنكار، فيصح ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز، أي سائر أنواع الصلح جائزة إلا ما استثني بعد قليل. قوله بين المسلمين، قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين خرج مخرج الغالب، وإلا فإن الصلح جائز بين المسلمين وبين غيرهم. وبناء على ذلك فقد ذكر أهل العلم أن الصلح يكون في أربعة أشياء: يكون في المعاملات المالية، ويكون أيضا في الحقوق الزوجية، ويكون أيضا في الجنايات، سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله في حديث مفرد الذي رواه البيهقي، ويكون أيضا في باب السير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود وصالح مشركي مكة، فدلنا ذلك على أن الصلح جائز عام بين المسلمين وبين غيرهم في هذه الأشياء وفي غيرها. قال: إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا هو الاستثناء في الذي نهي عنه، وهو أنه لا يصح من الصلح الذي يكون فيه تحليل لحرام أو تحريم لحلال. ولذلك قال أهل العلم إن ضابط الصلح الذي لا يجوز هو أن يكون بحرام أو عن حرام. الذي يكون بحرام هو صلح أباح حراما، والذي يكون عن حرام كذلك، فإنه يكون عن شيء قد اتفق عليه محرم فلا يثبت به شيء،
فيكون قد أحل حراما بإبداله بالمصالح به. إذن فالقاعدة عندنا أن كل صلح يجوز إلا إن كان بحرام أو عن حرام أو عن حرام. قال: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا يتعلق بالشروط، وسبق الكلام عنها وخلاف أهل العلم في قضية هل يجوز في العقود والمعاقدات شرط أم شرطان أم أكثر من ذلك، وتقدم الحديث عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. المراد بهذا الحديث أي الخشب الذي يكون لمصلحة الدار بأن يبنى عليه سقف أو نحو ذلك من الأمور التي تبنى على الجدر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع شيء ينتفع به عليه. وقد بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أن وضع الجار شيئا على جدار صاحبه لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يكون قد وضعه من باب الإجارة، فيجعله من باب الإجارة فيستأجر جداره ليضع عليه خشبا، فقالوا حينئذ يكون عقدا، ولكن هذا العقد لا يتأقت بوقت، وإنما يكون مستمرا إلى حين انتفاء الضرر على صاحب الخشب الذي جعل السقف، فيستمر الأجرة بنفس المبلغ ولو لسنين طوال. هذه الحالة الأولى التي يضع فيها الجار خشبه على جدار صاحبه. الحالة الثانية أن يتصالح على أمر، أن يتصالح على شيء فيه، وحينئذ يكون قد يكون الصلح بإجارة، وقد يكون بإسقاط أو إبراء ونحو ذلك. الأمر الثالث أن يمتنع الجار من أن يضع جاره على جداره شيئا، فنقول إن كان امتناعه لضرر يصيب جداره فله الحق في ذلك ويسمع كلامه في الامتناع. وأما إن كان امتناعه لغير يعني ضرر ينزل ببيته ولا بجداره فحينئذ لا يجوز له ذلك. ولذلك قال أبو هريرة في هذا الحديث: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، مما يدل على أن هذا الأمر على سبيل اللزوم والحتم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. نعم، هذا حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. معنى هذا الحديث أنه لا يجوز لمسلم أن يأخذ مالا من أخيه ولو كان هذا المال قليلا كالعصا إلا أن يأذن صاحبه به، إما على سبيل التبرع أو على سبيل المعاوضة، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز له ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. فلا بد من طيب النفس ولا بد من الإذن، وهذا يدلنا على أنه لا يجوز لامرئ أن يأخذ مالا من غيره على سبيل الابتداء ولا على سبيل المعاقدة والإجبار، يعني أنه يجبر على عقد، فلا يجبر المرء على إنشاء أي عقد كائنا ما كان، سواء كان صلحا أو بيعا أو غير ذلك من الأمور، لأنه لا يجوز أن يؤخذ مال امرئ إلا بطيب نفس منه إلا أن يكون بحكم لثبوت استحقاق فيه أو تعويض ونحو ذلك. وهذا يدل على أن من شرط الصلح أنه لا بد فيه من رضا الطرفين معا لا من رضا أحدهما. وبناء على ذلك فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى استدلالا بهذا الحديث على أن من أنكر حقا ثم صولح عليه ثم أقر به بعد ذلك فإن هذا الصلح يكون باطلا، فيجوز لمن أراد الصلح أن يرجع في الصلح الأول لأنه أقر به بعد إنكاره، فكان صلحه الأول عن إنكار ثم لما أقر به بعد المصالحة أقر، فيجوز له أن يرجع بكامل المال ولو صالح عن بعضه أو نحو ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية
أن الفقهاء يقولون، وهذا أيضا المذهب نص عليه، أن من وعد آخر صلحا بشرط أن يقر، وهذا يحدث كثيرا، أن يكون اثنان بينهما حق ويكون من عنده الحق منكر أو جاحد، فيقول له صاحبه أقر بحقي ولك أن أسقط عنك نصفه، حينئذ قالوا فإن هذا الصلح لا يكون صحيحا لأنه عن ظلم، ولأنه يؤدي إلى محرم، فإقراره في هذه الحال يكون يعني مبطلا للصلح بعده، لأنه فيه أخذ للمال بغير حق ولا من طيب نفس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. متفق عليه. وفي رواية أحمد: فليحتل. نعم، هذا حديث أبي هريرة. أو بدأ المصنف بذكر باب الحوالة والضمان. والحوالة هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة، بينما الضمان هو ذم الذمة، ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق. إذن الفرق بين الحالتين أن من أحال غيره في مال فقد برئت ذمة الأول، بينما في الضمان لم تبرأ ذمة الأول، بل اشتركت ذمة الطرف، ذمة العاقدين معا في التزام الحق. وسيظهر ذلك إن شاء الله من كلامنا عن العقدين معا. بدأ الأول المصنف بذكر حديث في الحوالة، وقد قيل إن الحوالة لم يرد فيها إلا هذا الحديث، ولذلك لا يريد الفقهاء إلا هذا الحديث، وبنوا عليه بابا كاملا وهو باب الحوالة. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. معنى المطل هو تأخير الأداء، أي أداء الدين، مع القدرة عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد التأخير ظلما، فمن باب أولى ولا شك أن يكون منع الحق أن يكون أشد ظلما وأعظم جرما عند الله عز وجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذا يدلنا على أمر مهم، أن هذا الحديث أمر الطرفين معا، فأمر المستدين بحسن الوفاء، وأمر الدائن بحسن الاستيفاء. وهذا الأمر من الشارع للطرفين معا يدلنا على أن الأحكام تتعلق بجميعهما، فكلا الطرفين مأمور بحسن الأداء سواء كان وفاء للدين أو استيفاء له. يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قوله إذا أتبع يعني إذا أحيل يعني أحيل على مليء فليتبع. وجاء في بعض روايات الحديث بالتشديد للتاء فليتبع، ذكر ذلك أبو العباس القرطبي، وقال قد يعني ضبطه بعض الثقات من الرواة أو نحو ما قال رحمه الله تعالى. وهذا التشديد من باب المبالغة في لزوم الحوالة فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، قلنا إن معنى قوله إذا أتبع أي أحيل، ومعنى أنه يحيل يعني أن عقد الحوالة إنما هو عقد ثلاثي بين محيل ومحال ومحال عليه. فالمحيل هو المدين، والمحال هو الدائن، والمحال عليه هو مدين للمدين الأول. فلو أن زيدا أقرض عمرا، وكان عمرو قد أقرض إبراهيم، فطلب زيد من عمرو أن يعني يوفيه دينه، فقال هذا المدين قد أحلتك على الطرف الثالث وهو إبراهيم، حينئذ نسميها حوالة. فحينئذ يلتقل الدين الذي في ذمة الطرف الأول إلى الطرف الثاني، فينتقل بالكلية، وتبرأ ذمة الأول كاملة، تبرأ الذمة ولا يطالب بشيء من الدين مطلقا، بشرط أن يستوفي الشروط التي سنذكرها بعد قليل. إذن عرفنا معنى أتبع بمعنى أحيل، وأن هذا العقد عقد ثلاثي بين ثلاثة أطراف. الأمر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع أحدكم على مليء. جاء عن الإمام أحمد أنه قال: إن المليء هو المليء بماله وبقوله وببدنه. فأما معنى قوله إنه مليء بماله فواضح، بمعنى أنه ليس بمعسر،
وإنما عنده قدرة على سداد هذا الدين. وأما معنى قوله إنه مريء بقوله بمعنى أنه ليس بمماطل وإنما هو باذل، فإن المماطل في الحقيقة هو ممتنع بالقول، كل يوم يؤجلك بعدين بعدين، فهو نوع يعني عدم ملاءة بالقول. وأما معنى كونه مليئا ببدنه أي صحيحا ببدنه، يمكن مخاصمته عند الحاكم والقاضي، فإن من كان عاجزا ببدنه لا يمكن مخاصمته، أو كان المحال عليه رجلا شريفا لا يمكن الرفع به إلى يعني وال لكونه ممتنعا بنفسه ونحو ذلك، فحينئذ يجوز للمحال أن يمتنع من قبول هذه الحوالة لأنه ليس بمريء. إذن عرفنا هذا الأمر وهو ما المراد بالمليء. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع، هذا الأمر في قول عامة أهل العلم أنه أمر على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، وبناء على ذلك فإنهم يقولون يجوز للرجل أن يقبل الحوالة ويجوز له ألا يقبلها، ولكن يقولون إذا قبل الحوالة بوجود شرطها وكان عالما يعني أو إذا 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 قبل الحوالة وكان مع وجود شرطها فإنه لا يجوز له الرجوع فيها، وأما إذا تخلف شرطها وكان غير عالم بالتخلف بالشرط فإنه يجوز له الرجوع، وأما إن كان عالم بتخلف الشرط ورضي فإنه حق له قد أسقطه فلا يجوز له الرجوع في الحوالة. صورة ذلك إذا أحال رجل الدائن على طرف ثالث وكان مليئا فقبل الحوالة ثم جاءت هذا الطرف الثالث آفة من الآفات استوعبت ماله بعد قبوله بالحوالة ومطالبته بها، ثم بعد ذلك قال أريد أن أرجع على الأول، نقول لا، ما ترجع الأول، لأنك قبلت الحوالة وانتقل الحق من ذمة الأول إلى ذمة الثاني، وقد يعني انتقلت وكان في وقت قبولك ورضاك كان قد توفرت فيه شروط الحوالة. متى يجوز لك الرجوع؟ إذا لم يكن قد توفر فيه شرط الحوالة وهو الملاءة والقدر على الملاءة المالية وعدم المماطلة والجحد ونحو ذلك، وفي نفس الوقت كنت غير عالم بذلك، فلو كنت عالما وسكت إذن سقط حقك في الرجوع. قال متفق عليه، وفي رواية لأحمد ومن أحيل على مليء فليحتل، هذه الرواية الثانية صريحة في تسميته بعقد حوالة، هو صريحة في ذلك بأنها تسمى حوالة، وهذه الرواية على شرط الشيخين، وأتى بها المصنف رحمه الله تعالى لتناسب أو لتكون تفسيرا للحديث الذي قبله، وأن المراد بالإتباع إنما هو الإحالة أو الحوالة. هنا مسألة، أن كثيرا من الناس الآن يتعاملون بنوع آخر من الحوالات وهي الحوالات البنكية التي تسمى أو المصرفية، والحقيقة أن هذه الحوالات المصرفية طبعا ليست من عقود الحوالة البتة، هي ليست من عقود الحوالة، وإنما هي عقد من عقود الوكالة، هو عقد وكالة، وإنما سميت حوالة من باب الدلالة اللغوية، فتكون من باب الاشتراك اللفظي، فلا يأخذ شيئا من أحكام الحوالة البتة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطى ثم قال عليه دين، قلنا ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت، قال نعم فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه في ما يتعلق بالضمان، وفقهاؤنا رحمة الله عليهم يفرقون بين عقد الضمان وبين عقد الكفالة، فالضمان أحيانا قد يكون نتيجة تصرف وقد يكون عقدا، فهم عندهم مصطلحان في الضمان، مصطلح بمعنى أنه نتيجة تصرف، مثل عندما نقول ضمان الوديعة وضمان المتلفات وضمان الغصب، فإذا
حاز المرء عينا فتلفت في يده أو تلفت بفعله في عقود الأمانات فإنه يضمن هذا الشيء، وهذا نتيجة التصرف وليس مرادنا هنا. المراد بقولنا هنا باب الضمان، أي باب عقد الضمان، وهو عقد غير نتيجة التصرف، وفرق بين العقد وبين نتيجة التصرف. والمراد بعقد الضمان هو الذي يسميه بعض الفقهاء بكفالة المال، وهو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، حيث تشتغل الذمتان في التزام الحق معا، فيكون كلا الذمتين منشغلة بالتزام الحق، سواء كان الحق ماليا أو غير ذلك مما يجري مجرى المال من الأمور التي سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. إذن يجب أن نعلم أولا أن المراد بالضمان هنا إنما هو ما يسمى عند بعض الفقهاء بكفالة المال، بينما فقهاؤنا رحمة الله عليهم يسمون كفالة الإحضار والطلب يسمونها بالكفالة، يسمونها بالكفالة. إذن يفرقون بين الكفالة والضمان، لأن عقد الكفالة إذا لم يحضر الكافل الشخص المكفول للمحل فإنه يلتزم ما عليه من المال حين ذاك، بخلاف الضمان فإنه ابتداء لا يلزم بإحضار الشخص، وإنما هو يعني ملتزم بالدين كاملا. إذن عرفنا الآن أول مسألة وهي قضية الضمان، وما الفرق بين الضمان وبين الكفالة. هذا الحديث نص وأصل في قضية عقد الضمان. فإن رجلا توفي من الأنصار قال جابر فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه، فخطى خطا يصلي عليه ليتقدم، ثم قال عليه دين، قال فقلنا ديناران، أي عليه على هذا الرجل ديناران، قال فانصرف فتحملها أبو قتادة، انصرف يعني امتنع من الصلاة عليه، قال فتحملها أبو قتادة، فقال يعني هي علي وأنا به زعيم وأنا به حميل. ولذلك نقول إن لفظ الحميل الزعيم والحميل كلاهما صريح في الكفالة، في عقد الكفالة، وكفيل وضامن، هذه أربعة صيغ كلها صريحة في عقد الكفالة. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث عند النسائي وغيره أنه قال أنا به كفيل فكفله، وهذا صريح بأن الحمالة والكفالة والزعيم والضامن بمعنى واحد. قال فتحملها أبو قتادة عنه فأتيناه، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو قتادة الديناران علي، فقال صلى الله عليه وسلم حق الغريم، يعني هل يعني يجب عليك إيجاب حق الغريم كما لو كان غريما عليك؟ قال حق الغريم وبرئ منهما الميت، من باب الاستفهام. فقال أبو قتادة نعم، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه من الفقه المسألة ذكرناها قبل قليل، وهو أنه يشرع ضمان، مشروعية الضمان، والذي يسميه بعض الفقهاء بالكفالة بالمال. الأمر الثاني، هذا الحديث فيه نص على أنه لا يشترط رضا ولا علم المكفول عنه، لأنه مستفيد حتى وإن كان حيا، فيجوز أن يكفل عن شخص غائب، ويجوز أيضا أن يكفل عن شخص غير عالم بهذه الكفالة. وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون يجوز ضمان دين الميت، وحديث أبي قتادة نص عليه أنه يجوز ضمانه والكفالة به. إذن هذا نص على أنه لا يشترط رضا ولا علم المكفول عنه بالدين. أخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث أو من بعض طرق هذا الحديث أنه لا يشترط أيضا رضا المكفول له، رضا المكفول له وهو الدائن، فإنهم قالوا لا يشترط رضاه لأنه لم يأتي استئذانه في حديث جابر، لأن المكفول له مستفيد، فسواء كفله شخص أو كفله شخصان أو عشرة، هو في الأصل ثبت حقه لرجل واحد ثم وثق هذا الدين بكفالة أشخاص آخرين، فهو مستفيد ولا ضرر عليه، ولذا لا يشترط رضاه. إنما يشترط رضا الكفيل فقط والعلم بهذه الكفالة وبمحلها، وهو في هذه القصة أبو قتادة رضي الله عنه. الأمر الثاني، هذا الحديث فيه مسألة وهي قضية أن الميت إذا كفل دينه هل تبرأ ذمته أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه تبرأ ذمته من حين الكفالة
وإن لم يسدد الدين. واستدلوا بهذه اللفظة أنه قال وبرئ منهما الميت، أي من الدينارين، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكفيل إذا كفل الميت فإن الميت يبرأ مباشرة من حين الكفالة، لأنه قال وبرئ منهما الميت. والذي عليه فقهاؤنا وأكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الميت لا يبرأ بمجرد الكفالة، وإنما يبرأ بسداد الدين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض طرق هذا الحديث أنه راجع أبا قتادة بعد ذلك فسأله هل قضى دين ذاك الرجل أم لا، فلما قال له نعم قال الآن، أي الآن يعني منع عنه، أو الآن برئت ذمته، الآن برئت ذمته لما قضى أبو قتادة رضي الله عنه، هذا نحن نتكلم عن براءة الذمة، الآن برئت ذمته أي ذمة الميت لما قضى أبو قتادة رضي الله عنه عنه الدين. طيب بما وجه قوله وبرئ منهما الميت؟ قالوا إن هذا من باب الاستفهام وليس من باب الإخبار، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي قتادة هل إن كفالتك كفالة جازمة تسدد بها حق الغريم وتقضيه وتبرئ بها الميت، أم أنت لست بالجازم وسترجع في كلامك؟ فهم باب الاستفهام لأبي قتادة والتأكيد، وليس من باب الإخبار عن أثر ما فعله أبو قتادة رضي الله عنه. هنا مسألة قبل أن ننتهي من هذا الحديث، وهو أن بعض الناس لما يتوفى وليه كأبيه أو أخيه وبعد ذلك ويكون على وليه دين، فهو من باب البر بالميت يقوم بكفالته، وهذا كثير جدا. ولذلك فإن أصحاب شركات التقسيط وغيرها الذين يدينون الناس، ما إن يعلموا بأن شخصا قد مات ممن لهم عليه دين حتى يذهبوا ويحضروا في جنازته وينظروا لأشد أبنائه تأثرا، ثم يذهبوا له ويقولوا نريد أن تبرئ ذمة أبيك بأن توقع لنا أنك قد التزمت دين أبيك. فنقول نعم، إن الشخص يقوم بسداد دين أبيه هذا لا شك أنه من البر بأبيه، وليس لازما به وليس لازما عليه، لأن الدين إنما هو متعلق بذمة الميت وبما تركه من مال فقط، ولا يورث لأولاده البتة. فلو أن شخصا عليه دين 100,000 وترك من المال 50 فقط، فإنه تؤخذ هذه 50 فيسدد بها الدين، والخمسين الأخرى التي لم يكفي لها مال الميت تسقط، ولا يجب على الورثة أن يسددوها وجوبا، وإنما من باب البر والإحسان يقوم بعد ذلك بسداد هذا الدين، من باب البر والإحسان بأبيهم. وسيأتي بعد قليل الحديث إن شاء الله في تفصيل هذا الأمر. وبناء على ذلك فإن نقول لا يلزمك أن تقوم بالكفالة، وليس من البر بأبيك أن تقوم بكفالته، وإنما البر هو السداد، فتقول سأسددها لكن ليس على سبيل الكفالة. ولذلك يقول إن هذا الحديث، أعني حديث أبي قتادة أو حديث جابر في قصة قصة أبي قتادة مع الرجل الأنصاري، قد نسخ بالحديث الذي سيذكره المصنف بعده، فليس مستحبا لمن مات له ولي أن يقوم بكفالته، وإنما يعني يحرص على سدادها من باب البر والإحسان إن كان قادرا ولا ضرر عليه. وهذا الفعل الذي يفعله بعض الناس أدى لحرج شديد عليهم، فكثير من المسجونين في الحقوق الخاصة في السجون إنما هو بسبب كفالتهم لميت أو لقريب، والمسجونون بالكفالة أكثر من المدينين عددا في السجون، ولذلك الإنسان يحرص على ألا يكفل إلا من يعرف في حدود قدرته وملاءته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، كما سبق في قصة الرجل الأنصاري.
قال: فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. قال: فلما فتح الله عليه الفتوح، يعني في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الفتوح إنما كانت في آخر سنيه عليه الصلاة والسلام، فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. هذه الجملة تدلنا على أنه قد نسخ ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من كان عليه دين، فهذا الحكم منسوخ، نسخ ذلك، فإنه يصلى على من عليه دين. هذا الأمر الأول الذي نسخ بهذا الحديث. الأمر الثاني الذي نسخ بهذا الحديث أنه نسخ أيضا أو أنه أوجب بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بسداد دين من عليه دين من المسلمين، وقد ألحق الفقهاء بذلك بيت المال، فإن بيت المال يقوم بسداد من عليه دين ممن توفي ولم يترك قضاء، إن كان في بيت المال ما يكفي لذلك. وأما الزكاة فإن مشهور المذهب عند فقهائنا أنه لا يجوز أن تعطى الزكاة للغارم إذا كان ميتا، بمعنى أن من عليه دين وكان عاجزا عن سداده وهو حي فإنه يعطى من الزكاة ويسمى غارما، وتكلمنا عنها في الدرس الماضي. وأما إذا كان من عليه الدين ميتا فإنه لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، وإنما يعطى من الفيء سداد دينه، لكن ما يعطى من الزكاة. قالوا: لأن الزكاة إنما تصرف تمليكا، والميت لا يعني لا يتصور في حقه التمليك، لا يتصور في حقه التمليك، ولذلك فإنه في هذه الحال يقول لا يجوز سداد الدين من الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. نعم، هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا كفالة في حد. قال رواه البيهقي بإسناد ضعيف، وكذلك ضعفه أيضا ابن الجوزي وغيره، لأن فيه بقية وبقية ضعيف، وكذلك من رواه عنه وهو عمر بن أبي عمر وغيرهم وغيره، فإن هذين الشخصين فيهما كلام، وإلا فإن عمرو بن شعيب هذه السلسلة سبق الحديث عنها قبل. هذا الحديث نص في قضية الكفالة في الحدود، والمراد بالكفالة في الحدود إنما هي كفالة البدن لا كفالة المال، التي يسميها فقهاؤنا بالضمان، فالمراد بها كفالة البدن أي كفالة الإحضار. إذ كفالة البدن قد تكون أحيانا في الحقوق المالية، وقد تكون أحيانا في العقوبات. فأما في الحقوق المالية فإنها ثابتة ولا شك، فتثبت الكفالة بالبدن، فيقوم الشخص بإحضار المكفول إلى محل الذي تعوقد على إحضاره له، كمجلس التخاصم والتقاضي أو إلى بيت أو للنحو ذلك. فإذا لم يقم بإحضاره فإنه يلتزم ما عليه من مال مطلقا، سواء كان هذا الالتزام أو سواء كان عدم الإحضار بسبب تفريط منه أو بدون تفريط منه. أعيد هذا الكلام مرة أخرى للتوضيح. نقول إن الكفالة كما ذكرنا قبل قليل نوعان: كفالة بالمال وهو ضم ذمة إلى ذمة، وهذا الذي يسميه فقهاؤنا بالضمان. والنوع الثاني من الكفالة كفالة بالبدن، والكفالة بالبدن تكون إما في العقود المالية، كأن يكون الشخص عليه دين أو عليه ما في معنى الدين مثل الحقوق المالية التي تجري مجرى الديون كالأروش وكالحقوق العينية ونحوها. فهذه الأمور هل تجري فيها كفالة البدن؟ نقول نعم تجري فيها كفالة البدن. وما حكم كفالة البدن حين ذاك؟ أن الكفيل ملزم بإحضار بدن من كفل فيحضره إلى مجلس التعاقد، فإذا أحضره تكون قد برئت الذمة. طبعا قلت مجلس التعاقد ما لم ينص على مكان معين كمحكمة أو جهة معينة يكون فيها استيفاء الحقوق. فإذا لم يقم بإحضاره فالأصل عند فقهائنا رحمة الله عليهم أنه يلتزم ما عليه من المال جميعا، سواء كان عدم إحضاره بسبب تفريط منه يعلم مكانه ولم يخبر عنه، أو كان بسبب تفريط منها أيضا بأن ساعده بالهروب من البلد مثلا،
أو هرب ولم يبلغ عنه ونحو ذلك من الأسباب التي تكون من باب التفريط، أو كانت من غير تفريط منه، يقول بحثت عن الرجل فلم أجده، فحينئذ يقولون سواء فرط أو لم يفرط يلتزم ما عليه من مال، فتصبح ضمانا فيضمن ما عليه إذا لم يحضره إلى المكان المحدد. هذا هو مشهور المذهب. هناك الرواية الثانية في المذهب يقولون، وهذه ذكرها أيضا بن رجب وغيره، أنه إذا نص في عقد الكفالة بالبدن على أنه إذا بحث عنه ولم يجده من غير تفريط منه فإنه لا يضمن ما عليه، صح هذا الشرط. أعيد العبارة، الفقهاء يقولون في الرواية الثانية أنه إذا اشترط شرط بأنه إذا بحث عنه ولم يجده وكان عدم إحضاره للمجلس المحدد بسبب أمر طارئ وليس بتفريط منه، فإنه حينئذ نقول قد برئت ذمته ولا يلتزم ما عليه من دين. وهذه هي الرواية الثانية، وهي التي عليها العمل الآن في كثير من الأحيان، ولذلك يفرقون دائما بين الحضورية والحضورية الغرمية، يفرقون بين الحالتين. ولكن نظرا لأن الآن الناس تشعبوا وكثروا ولم يستطع القاضي ولا غيره أن يميز بين الذي فرط وبين الذي لم يفرط، فإن أغلب الكفالات التي تعقد وهي كفالات البدنية إنما هي كفالات على طريقة فقهائنا أنه يلتزم ما عليه مطلقا إذا لم يحضر سواء كان بتفريط أو بدون تفريط، وهذا الذي عليه عمل الفقهاء رحمة الله عليهم. نعود للقسم الثاني وهو قضية الكفالة بالبدن في الجنايات، كأن يكون الشخص عليه عقوبة ثم بعد ذلك يقول أريد أن أخرج فترة ثم أرجع لتنفيذ هذه العقوبة، فهل تجري فيها كفالة البدن أم لا؟ الحديث هذا الذي معنا لا كفالة في حد يدل على أنه لا تجري الكفالة في سائر العقوبات، وقلنا إن المراد بالحق سائر العقوبات وليست الحدود السبعة التي ستمر معنا إن شاء الله في باب الحدود. نقول لأن مصطلح الحد كان في الشرع ابتداء يطلق على كل عقوبة، ولم يخص هذا المصطلح بالحدود السبعة المقدرة من الشارع إلا بعد ذلك يعني بفترة، وهذا مما تواضع عليه الفقهاء، نص على ذلك الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين نص على أن مصطلح الحد إنما هو خاص بالسبعة أو الستة أو الخمسة على نزاع بين الفقهاء في ذكر وعد هذه الحدود، فإن بعضهم يختلف في عدها، فبعضهم يجعل حد السرقة حدا وحد جحد العارية حدا منفصلا عنه وهكذا، ومثله يقام في الحرابة وفي البغي وفي الردة وفي غيرها. المقصود أن تخصيص هذه العقوبات السبع بتسمية الحدود إنما هو مصطلح حادث تواضع عليه الفقهاء، وإلا فالأصل فإنه في الشريعة أن مصطلح الحد يصدق على كل محدود أمر به الشارع أو على كل عقوبة. وعلى ذلك فإن مراد لا كفالة في حد أي لا كفالة في أي عقوبة. وهذا الحديث مع ضعف إسناده إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى احتج به، فإنه لما يسأل كثيرا عن الكفالة الأبدان قال لا كفالة في حد، فيأتي بنص هذا الحديث فهو من باب الاحتجاج. وقد سبق معنا قبل أن الحافظ أبا عمر بن عبد البر قال إن احتجاج الإمام أحمد بحديث تصحيح له، وهذا غير صحيح، فإن الإمام أحمد يضعف الحديث ويحتج به لما يدل على معناه من قواعد كلية في الشرع أو من آثار الصحابة رضوان الله عليهم أو شواهد ومتابعات للحديث، فلا تلازم بين الاحتجاج وبين تصحيح الحديث، ويجب أن ننتبه لهذا الأصل. مشهور المذهب يجب أن ننتبه أن هذه المسألة وهي الكفالة في الجنايات فيها روايتان فانتبهوا لها. مشهور المذهب أنه لا تجوز الكفالة في جميع العقوبات سواء كانت العقوبات لحق الله عز وجل أو لحق الآدميين، ومن حقوق الآدميين القذف إذا غلب فيه حق الآدميين، ومن حقوق الآدميين القصاص، فمن ثبت عليه قصاص فلا يجوز كفالته بأن يخرج من حبس أو ملازمة إلى حين التنفيذ، بل يجب أن يقام عليه الحد لأجل ذلك حتى لا يخرج يعني ولا يكفل إلا أن يقام عليه الحد. ودليلهم في ذلك هذا الحديث الذي معنا، وقالوا ولأن من كفل شخصا ببدنه فلم يأتي به فإنه يقوم مقامه في استيفاء الحق، ونحن نعلم
أن الجنايات والعقوبات لا يجوز إنزالها على غير من فعلها، ما يجوز أن تعاقب شخصا آخر وإن قال أقم العقوبة عليه. فلذلك قالوا إنه لا يجوز الكفالة في سائر العقوبات مطلقا. الرواية الثانية في المذهب أنهم قالوا إن بعض العقوبات تجوز فيها الكفالة بالبدن، وهي نوعان من العقوبات. النوع الأول ما كان من العقوبات مما هو حق لآدمي، فما كان حقا لآدمي فإنه تجوز الكفالة فيه بإذن من له الحق، لأنه يجوز له أن يسقط حقه. فإذا كفل، فإذا رضي بالكفالة فمعناه أنه رضي باحتمال سقوط الحق إذا لم يحضر هذا الرجل، فكأنه في نوع رضا، طبعا بشرط أن صاحب الحق يرضى بالكفالة وإلا فلا. هذا النوع الأول. النوع الثاني، وانتبه لهذا النوع لأنه يحتاج إلى فهم، قالوا إن العقوبات المالية يجوز الكفالة فيها، فإن هناك عقوبات مالية مثل الغرامة ومثل المصادرة ومثل تحريق المتاع ومثل أخذ السلب ومثل تنصيف المال مثل ما فعل أبو بكر أبو عمر رضي الله عنه مع أبي هريرة، وهكذا تنصيف المال وأخذ السلب، مثل هذه العقوبات المالية يجوز فيها الكفالة، لأنها في الحقيقة وإن كانت عقوبة إلا أنها تجري مجرى المال. ولماذا لم نقل إن المذهب يقول بها؟ لأن المذهب لا يرى جواز العقوبة بالمال مطلقا، وإنما هي الرواية الثانية التي أطال ابن القيم في الطرق الحكمية لإثبات إباحة وصحة العقوبة بالمال. والآن عمل المسلمين في كل البلدان على العقوبة بالمال، وأول عقوبة على المال هذه الإشارة التي فيها ساهر، فإنها عقوبة بالمال. فلذلك الآن عمل المسلمين جميعا على الرواية الثانية، وهي قضية أنه يجوز العقوبة بالمال وعليه يجوز أيضا الكفالة بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الشركة والوكالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. نعم. هذا الحديث، أو بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب الشركة والوكالة، وقرن المصنف رحمه الله تعالى بين هذين العقدين. نحن عرفنا قبل لما قرن المصنف بين الحوالة وبين الضمان، لأن فيهما اشتراك ذمة أخرى في التزام الحق، إما نقلا وفي الحوالة أو ضما في باب الضمان. وأما يعني ذكر المصنف باب الشركة والوكالة معا، فلأن هذين العقدين كلاهما من العقود الجائزة التي يجوز فسخها بعد الدخول فيها، وذلك أن عقد الشركة بعد الدخول فيها يجوز لكلا الشريكين أن يفسخها وقت ما شاء. وذكر ابن الرجب في القواعد أنه يجوز إذا فسخ أحد الشريكين الشركة أن يضمن الضرر المترتب على فسخها، فقد يكون على الشركة التزامات مالية وعقود ونحو ذلك، فنقول إنه يضمن الطرف الآخر الضرر إن كان هناك ضرر. إذن فليست من العقود الجائزة لازمة، وإنما هي من العقود الجائزة. وهل يجوز اشتراط لزوم العقد الجائز أم لا؟ هذا كلام فيها طويل بين أهل العلم. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن كثيرا من العقود الشركات الآن أصبحت عقودا لازمة، فلا يكون فسخها إلا عن طريق التراضي من الطرفين معا، وليس باختيار أحد العاقدين. كذلك الوكالة هي من العقود الجائزة التي يجوز لكلا الطرفين أن يفسخها بعد ذلك. يقول المصنف: ذكر أول حديث حيث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. هذا الحديث قال رواه أبو داود وصححه الحاكم، وقال فيه المرداوي أعني جمال الدين في كفاية المستقنع: إن رواته ثقات. وصدق في ما قاله، لكن أهل العلم قد تكلموا في هذا الحديث وأعلوه بعلل. فأول هذه العلل، طبعا هذا الحديث جاءنا من طريق واحد، فقد جاءنا من طريق أبي حيان الكوفي عن أبيه سعيد بن حيان عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن أعل هذا الحديث بإعلالات. الإعلال الأول أن ابن القطان صاحب بيان الوهم والإيهام أعله بالجهالة الراوي عن أبي هريرة وهو سعيد بن حيان،
وفي إعلال ابن قطان ذلك نظر، فإنه يعني فإن سعيد بن حيان هذا من طبقة التابعين، وكثير من أهل العلم يتجوز في توثيق التابعين وإن كان لا يعرف لهم يعني كثير رواية مثل طريقة ابن حبان وغيره. ولذلك فقد وثق سعيدا هذا جمع من أهل العلم، وإن كان يعني ابن القطان يرى أن فيه جهالة. العلة الثانية وهي أقوى أن الدارقطني في كتاب العلل أعل هذا الحديث بالإرسال، فقد رجح أن هذا الحديث ليس فيه ذكر أبي هريرة، وإنما هو مرسل، هو مرسل. وما ذكره الدارقطني لا شك أنه حجة في معرفة المرسل من الموصول، ولذلك بنى هذا الكتاب العظيم، يعني عنده كتاب يعتبر من دواوين الإسلام العظيمة وهو كتاب العلل، بيّن فيه كثيرا من الأحاديث وحكم لأي أصح الطريقين من الوصل أو الإرسال فيه. العلة الثالثة أن بعض أهل العلم كابن عبد الهادي وغيره قال إن هذا الحديث منكر، ووجه النكارة فيه أي يعني يظهر لي، والعلم عند الله عز وجل لم يعني أستبن شيئا واضحا، يبدو لي أن قصده النكارة أي بذكر أبي هريرة، وأن الصواب أن يكون مرسلا، ربما هذا قصده، ربما كان له قصد آخر، والعلم عند الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. قول الله عز وجل أنا ثالث الشريكين يعني أكون معهما بالحفظ في مالهما وبالبركة فيه وبالرعاية له، فيكون الله عز وجل مباركا لهذين المالين. ولا شك أن وجود هذه البركة في المال هي من أعظم الغايات والمقاصد التي يرجوها الشخص، بأن يبارك الله عز وجل في المال وأن يرعاه وأن يحفظه. ولذلك كان بعض الصالحين كما نقل أظن أبو طالب، نسيت من نقله، كان يتعمد في تجارته أن تكون فيها شركة، قال لأن الله عز وجل قال أنا ثالث الشريكين، فدل على أن عقد الشركة إذا صدق فيه الطرفان وبرا ولم يخن أحدهما صاحبه فإنه يكون سببا في البركة فيه. وقد ذكر لي بعض المعاصرين ممن يعمل في التجارة يقول وجدت هذا واضحا، ولذلك أعنى دائما في كل صفقة لي أن أجعل معي شريكا، وأن يكون هذا الشريك ممن يصدق دائما فيدخل معي بمال وغيره، سنذكر أنواع الشركة بعد قليل. قال ما لم يخن أحدهما صاحبه بأن يغش أو يكتم أو ينقص أو غير ذلك من الأسباب، قال فإن خان خرجت من بينهما، أي رفع الله عز وجل عنهما البركة والحفظ والرعاية لمالهما. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن السائب المخزومي أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم، هذا حديث السائب المخزومي رضي الله عنه، وفي النسخة التي بين يدي السائب بن يزيد المخزومي، وهذا وهم وغير صحيح، ولذلك الحافظ نفسه في التلخيص قال إنه لا يصح أن يقال إنه السائب بن يزيد، فإن السائب بن يزيد أصغر من أن يكون شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وإنما هو السائب ابن أبي السائب المخزومي القرشي رضي الله عنه. أنه كان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أي في الجاهلية، فجاء يوم الفتح فقال له عليه الصلاة والسلام مرحبا بأخي وشريكي. قال رواه الإمام أحمد، طبعا وهذا اللفظ لفظ الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقال الهيثمي طبعا عندما روى هذا الحديث إن رجاله رجال الثقات. هذا الحديث فيه من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه تصح عقد الشركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا الرجل بكونه شريكا، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على السائب بأنه كان لا يغش وكان لا يخدع في شركته. ولذلك فإن مشاركة الصالحين مقصودة، ولذلك يذكر فقهاؤنا رحمة الله عليهم أنه يستحب أن لا يشارك ذميا وإنما يشارك مسلما أو صالحا. فكون المرء أن يوصف أنه شريك لصالح وتقي فلا شك أنه وصف طيب، ناهيك أنه أن يكون سببا بأمر الله عز وجل البركة في المال. وهنيئا للسائب رضي الله عنه أنه كان موصوفا بأخوته للنبي صلى الله عليه وسلم وبشراكته له. قبل أن ننتقل للحديث الذي بعده أود أن أبين شيئا مهما في باب الشركة. باب الشركة أنواع كثيرة جدا، الشركات أنواع كثيرة جدا، حتى قال الشمس الزركشي رحمة الله عليه إن أنواع الشركة كثيرة،
حتى قال عدد أظن لا يعني لا يحصى أو نحو من عبارته رحمة الله عليه. ولكن لنعلم سأذكر قاعدة سهلة في معرفة أنواع الشركات، فنقول إن الشيء الذي يشارك به واحد من ثلاثة أمور: إما أن يكون مشاركة في مال، وإما أن يكون مشاركة في عمل، وإما أن يكون مشاركة في ذمة. إذن هي ثلاثة أمور: المشاركة في المال والعمل والذمة. فإن تشارك اثنان ومن كليهما جميعا المال والعمل فإن الشركة تسمى بشركة العنان، تسمى شركة عنان. وإن تشارك اثنان وكان من أحدهما المال ومن الثاني العمل فإن الشركة تسمى بشركة المضاربة أو القراض، تسمى قراضا لا قرضا وإنما قراضا. إذن من أحدهما المال ومن الثاني العمل. وإن كان من جميعهما العمل ولا مال فإنه في هذه الحالة تسمى ماذا؟ شركة الأبدان التي ستأتي بعد قليل. شركة الأبدان، ما بعد تكلمنا عن الذمة أبدا، ما زلنا في رقم واحد واثنين. طيب ما بعد أدخلت الذمة. لو أن من أحدهما مال وعمل ومن الثاني عمل فقط فإن هذه الشركة يسميها الفقهاء بشركة عنان ومضاربة معا. إذن يشترك نوع الشركة في شركة واحدة. إذن عرفنا هذه الأمور. يبقى عندنا ما يسمى بشركة الوجوه. المراد بشركة الوجوه أن يشترك اثنان بعملهما أو بعملهما ومالهما مع ذمتهما، فلا بد أن يكون فيها ذمة، فيبذل أحدهما ذمته مع ماله أو عمله أو هما معا والثاني مثله. ولذلك فإن معنى الذمة بمعنى أنه يستدين في ذمته، يقول أستدين في ذمتك. والاستدان بالذمة هو الذي يسمى بشركة الوجوه. فقد تكون شركة وجوه ومضاربة، وشركة وجوه وعنان أو نحو ذلك. وقد تكون الشركة ثلاثية فتجتمع هذه الأمور الثلاثة فيها وهكذا. إذن المقصود من هذا إذا عرفت أن الأشياء التي يشترك فيها هذه الأمور فإنه يصح. طيب هناك أشياء مستثناة لا تصح. الأمر الأول قالوا إنه لا يجوز المشاركة في الذمة وحدها. إذا تشارك الناس في الذمة وحدها من غير عمل ولا مال منهما فإنه في هذه الحالة لا يجوز، لأن عندنا قاعدة أن الذمم لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا المشاركة فيها على سبيل الانفراد، وإنما يجوز على سبيل التبع، وإنما يجوز على سبيل التبع. ولذلك نحن نقول القاعدة الشرعية أن مجرد أن الشخص يبيع لغيره اسما لا يجوز، لأن هذا من باب بيع الذمة ولا يجوز ذلك. فقد يأتي شخص لآخر فيقول أعطني اسمك لأعمل فيه مقابل إما نسبة من الربح فتكون شركة، أو في مقابل مبلغ مقطوع فيكون أجرة. نقول لا يجوز ذلك، لأن هذا من باب بيع الذمة، وبيع الذمة والمشاركة عليه لا يجوز، فلا يصح ذلك. بخلاف لو أضاف مع هذه الذمة مالا أو عملا بدنيا فإنه حينئذ يجوز، فيكون إما من باب الأجرة إن كان عملا أو من باب المشاركة إن كان مالا. هذه الصورة. الصورة الثانية عندنا لو كانت المشاركة بينهما في المال فقط بدون عمل ولا ذمة، أنا شاركتك في مال، فهذه الفقهاء يسمونها بشركة الأملاك، لا تذكر في باب الشركات وإنما تذكر في غيره مما فيه باب القسمة. أنا وأنت رحنا أخذنا مني 50 ومنك 50 فاشترينا ثوبا، أو هذا الثوب التزمناه في ذمتنا 50 و50، فهو شركة أملاك، لا يوجد هناك عمل تجارة ولا غيره. شركة الأملاك ربحها يقسم بين الجميع، لكن الفقه هي شركة، لكن الفقهاء لا يذكرونها في باب الشركات. عندنا النوع الثالث الأخير وأختم به، وهو ما يسمى بشركة المفاوضة. وهذه شركة المفاوضة العجيب أن الفقهاء يختلف اصطلاحهم فيها، كما أن الفقهاء يختلف اصطلاحهم في شركة العنان، فعند الحنفية مصطلحها غير عند الجمهور. فإن بعض الفقهاء يقول إن شركة المفاوضة شركة جائزة، وبعض الفقهاء يقول وهو الشافعي لا أعلم شيئا محرما إذا لم تكن شركة المفاوضة محرمة. وما معنى شركة المفاوضة؟ نقول إن المراد بشركة المفاوضة المحرمة
هو أن يشترك الاثنان في كل أملاكهما في كل ما يملكانه، فحينئذ لا يجوز ذلك، فإنه يكون هذه هي شركة المفاوضة المحرمة. وأما إذا كان الاشتراك في مال معلوم وفي عمل وفي ذمة في شيء محدد فإن هذه مفاوضة جائزة. ولذلك فإن عند الحنابلة نوعان من المفاوضة، مفاوضة باطلة ومفاوضة صحيحة، لأن هذا المصطلح يختلف. ولذلك هنا أنصح من أراد أن يقرأ في باب الشركات فليعلم أن كل من المذاهب الأربعة قد يكون له مصطلح في تحديد شركة المفاوضة أو شركة العنان ما ليس عند غيره في هذا الباب. في هناك أيضا من أنواع الشركات وإن كانت ليست شركة وإنما هي في الحقيقة عقد تبرع، وهو ما يسمى بعقد الإبضاع. والمراد بالإبضاع أن يبذل شخص لآخر مالا ثم يقول كل الربح الذي يتحصل من هذا المال هو لك، وأما إن كانت خسارة فهي علي، فهو شاركه في الخسارة ولم يشاركه في الربح كحال المضاربة. وهذا العقد من عقود التبرعات وهو جائز في قول أكثر أهل العلم طبعا، وليس دينا، فنقول هو عقد إبضاع فهو مشاركة في الخسارة دون الربح. هذا على سبيل الإيجاز في باب الشركة، وإلا من الصعب أننا نفصل الأذان نفصل الشركة. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره. نعم، هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار، أي عبد الله بن مسعود اشترك مع عمار ابن ياسر رضي الله عنه وسعد فيما نصيب يوم بدر، أي فيما نصيب من السلب وفيما نصيب من الأسرى إذا كان الشخص سلبه أو له فداؤه. قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجأ أنا وعمار بشيء، ومع ذلك اشترك فيه فاقتسم أثلاثا. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: المسألة الأولى أن فيه دليلا على أن شركة الأبدان مشروعة وجائزة، وأن هذا عام في الحرب وفي غيرها كما هو قول الفقهاء، وإنما خالف في ذلك أبو حنيفة النعمان وأصحابه رحمة الله عليهم، فإنهم منعوا من شركة الأبدان، قالوا لأجل الغرر الكبير فيها، فإنه لا يعلم كم يعمل بعضهم، فقد يكون عمل بعضهم أكثر من عمل الآخرين ففي ذلك غرر. ولكن هذا الحديث نص على ذلك. ويجب أن نفرق أن هناك فرقا بين الشركات وبين عقود الإجارات، والشرع يقول إن الشركة أكمل، أو القواعد الشرعية تدل على أن الشركات أكمل عدلا من عقود الإجارات، والكلام في ذلك طويل. ولذلك يتجوز الشارع في عقود الشركات ما لا يتجوز في عقود الإجارات، وقد أطال الشيخ تقي الدين في تقرير ذلك، وذلك ذكره في باب المساقات والمزارعة حينما تكلم على أن عقد المساقات أصدق في ثبوت الحق من عقود الإجارات، ولذلك يعني تسهل فيه ما لا يتساهل في عقود الإجارات. المسألة الثانية معنا في هذا الحديث أن هذا الحديث دليل على أن الشركاء سواء كانت الشركة مضاربة أو عنانا أو غيرها، أنهم إذا لم يتفق الشركاء على نسبة من الربح لكل واحد منهم فإنهم يقتسمون المال بحسب رؤوس أموالهم في شركة العنان، وبالنصف في شركة المضاربة، وعلى الرؤوس في شركات الأبدان. يعني إذا سكتوا قالوا نحن شركاء وسكتوا، فإن كانت شركة عنان فبحسب ما دخل المرء بماله، وأما في شركة المضاربة لأن أحدهما لا مال منه وإنما منه العمل فإنه يقتسم بينهما بالنصف سواء كان مال الباذل قليلا أو كثيرا، إلا أن يتفقا على شيء فحينئذ يجوز. وأما شركة الأبدان فإنهم إن اتفقوا على نسبة جاز، وإلا فبحسب الرؤوس، يعني أنهم ثلاثة لكل واحد منهم الثلث. هذا الحديث ذكره المصنف هو حجة في الباب، لكن تكلم فيه بعض أهل العلم وأعله ابن عبد الهادي بالانقطاع، وذلك في التنقيح تنقيح التحقيق، وذلك أن هذا الحديث إنما جاء من طريق أبي عبيدة عن أبي عبيدة عبد الله ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه. ونعلم أن أبا عبيدة لما توفي أبوه كان عمره سبعا، وقد نقل شعبة بن الحجاج عن أبي عبيدة أنه سئل: هل سمعت من أبيك شيئا؟ قال: لا. وهذا يدل على أن هذا الإسناد وإن روي فيه كثير من أحاديث الأحكام إلا أنه منقطع.
ولكن هذا الانقطاع لا يمنع من الاحتجاج به. فقد ذكر بعض أهل العلم أن أبا عبيدة من أهل بيت ابن مسعود، فلربما كان قد سمع هذا الحديث من أهل بيته، ولذلك إذا كان الحديث لا توجد فيه نكارة فإن كثيرا من الأحاديث التي جاءت من طريق أبي عبيد عن عبد الله بن مسعود، يعني عن أبيه عبد الله بن مسعود، فإنها مقبولة ويتساهل فيها في الجملة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. نعم، هذا حديث جابر. بدأ يتكلم المصنف عن أحاديث الوكالة، وهي يعني حديث سهلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جابرا قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. هذا الحديث فيه نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له وكيل في ماله، والذي كان ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم إما هو وكيل عن نفسه أو هو وكيل عن مال المسلمين الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، وهو الفيء. وهذا الحديث نص على جواز التوكيل في الحقوق المالية، فإنه يجوز التوكيل في سائر الحقوق المالية. قال المصنف: رواه أبو داود وصححه. هذا الحديث مع تصحيح أبي داود رحمة الله عليه له، إلا أن بعض أهل العلم تكلم فيه لأنه جاء من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق يعني معروف بالتدليس، ولم يوقف في شيء من الأحاديث أو الأسانيد التي وصلتنا أنه صرح بالسماع، وإنما كان يعنعنه، وهذا ما أعله به ابن قطان في بيان الوهم والإيهام. ولذلك فإن الحافظ بن حجر لما روى هذا الحديث حسنه ولم يصححه كما قال أبو داود، ولا ينفي ذلك أن أبا داود قد وقف على إسناد آخر ربما يصلنا بعد بتصريحه بالسماع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. نعم، هذا حديث عروة البارقي، وقد تقدم معنا في تصرفات الفضول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشترى له يعني شاتين، ثم باع إحدى هاتين الشاتين بدينار، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشات وبدينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك له في بيعه وشرائه. هذا الحديث نص على أنه يجوز التوكيل في سائر العقود المالية كالبيع والشراء ونحو ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. نعم، هذا الحديث الذي ذكره المصنف أيضا دليل على جواز التوكيل في أخذ الصدقة. والتوكيل في الصدقة نوعان: توكيل في بذلها، وتوكيل في أخذها. التوكيل في الصدقة نوعان: توكيل في بذلها، وتوكيل في أخذها. والمراد بالتوكيل في بذلها يعني أن من وجبت عليه الصدقة فإنه حينئذ يوكل غيره بإخراجها أو بصرفها، ونحن والفقهاء يفرقون بين الإخراج والصرف. ومرادهم بالإخراج إنما هو فصلها عن المال، والصرف إيصالها للمستحق، ولا تبرأ ذمة من عليه الزكاة إلا بإيصالها للمستحق. ولذلك يقولون الإخراج تشمل هذين الوصفين معا، فيجوز المرء يوكل غيره في ذلك. ولكن الفقهاء يقولون إن الأولى للمسلم أن يوزع صدقته بيده، وقد روي في الأثر أن له دعوة مستجابة عند إعطائه المسكين لهذه الزكاة، ولذلك استحب له أن يبذلها بنفسه، ولا شك أن فيها ترقيقا للقلب، ولا شك أيضا أن فيها يعني بحثا عن المحتاجين، فإن المرء إذا أراد أن يبحث عن المحتاجين لماله فإنه ربما مر عليه أكثر من شخص ممن هو مستحق لهذه الزكاة، فيعطيهم ما من أكثر من الزكاة لما يرى من حاجة بعض الناس، ولما فيها من التآلف والتعارف بين المسلمين. ولذلك حينما ترى رجلا يقول: إن أهل البلد التي أنا فيها أغنياء ولا يوجد فيهم فقير، اعلم أن هذا الرجل مقصر في حق أوجب الله عز وجل عليه، وهو أن يتفقد إخوانه المسلمين في بلدته. ولذلك من بات شابعا وأخوه طاون فإنه يعني قد برئت منه الذمة أو نحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا أن التوكيل نوعان كما ذكرنا قبل قليل: النوع الأول توكيل في بذلها، والنوع الثاني توكيل في أخذها، بمعنى أن الفقير
يجوز له أن يوكل من يستلم الزكاة عنه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرا على الصدقة، أي ساعيا وعاملا عليها. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن العامل الذي يكون مندوبا عن بيت مال المسلمين إنما هو وكيل عن بيت المال، وبيت المال نائب عن الفقير. انظر الفرق، هذا الساعي الذي يكون نائبا عن بيت مال المسلمين هو وكيل عن الفقير، وبناء على ذلك فإن المرء إذا أعطاها لهذا الساعي الذي هو نائب لبيت مال المسلمين ثم تلفت، فقد برئت ذمة من وجبت عليه الزكاة، بخلاف لو أعطاها وكيلا له هو ليعطيها فقير فتلفت في الطريق سواء بتفريط أو بدون تفريط، نقول لم تبرأ ذمتك، بل يجب عليك أن تخرج زكاة أخرى. إذن فيجب أن نعرف الفرق بين الصورتين. والقاعدة عند أهل العلم أن الساعي نائب عن الفقير لأنه نائب عن بيت مال المسلمين، وولي الأمر يقوم عن ينوب عن المسلمين في كثير من الصور. وقد ذكر ابن رجب قاعدة كاملة في القواعد التي أو في الصور والمسائل الفقهية التي يقوم فيها الحاكم بالنيابة عن عموم الناس. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده الشريفة وأمر عليا أن يذبح الباقي، يعني ما تمم 100. وقد ذكر أن هذا الحديث فيه إيماء لعمره صلوات الله وسلامه عليه، فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام مات عن 63 سنة، وهذا من باب الإيماء أو ما يسمى من باب الإشارة. والأشياء الإشارية أهل السنة لم ينكروها مطلقا، وإنما أثبتوا بعضها بشروط. ولذلك الشيخ تقي الدين وغيره من أهل العلم لهم يعني قبول لبعض التفسيرات الإشارية من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التوسع فيها كطريقة بعض الناس ومنهم أبو عبد الرحمن السلمي المتأخر صاحب التفسير، فإن هذه الطريقة ليست طريقة أهل العلم، وإنما هناك إشارات يسيرة جدا تأتي بين الحينة والأخرى. نعم، فقال: فأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي أن يذبح الباقي، أي وكل عليا بذلك. هذا الحديث فيه دليل على جواز التوكيل في العبادات المالية، إذ العبادات نوعان: إما أن تكون عبادة مالية وإما أن تكون عبادة بدنية. فالعبادات المالية يجوز فيها التوكيل، ومثلوا لذلك قالوا بالزكاة والأضحية لأنها تشترى بمال وتذبح، والحج كذلك، فإن الحج يجوز فيه التوكيل. وبناء على ذلك فإن من حج فرضه وسقط عنه الوجوب يجوز أن ينيب غيره ولو كان قادرا، ولو كان قادرا ينيبه عنه بالحج. كذلك يقول الفقهاء أجزاء الحج غير الواجب طبعا، لأن الواجب لا تسقط ذمة المرء إلا بأدائه، فيغلب فيها المعنى البدني، فيغلب في الحج في الوجوب المعنى البدني، فكذلك أجزاؤه. ولذلك فإن مشهور المذهب أن الحج إذا كان نافلة فإنه يجوز التوكيل في بعض أفعاله كالرمي وفي غيره من الأجزاء. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة في قصة العسيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في استيفاء حد وهو حد الزنا. وأخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة، وهو أن الحدود يجوز التوكيل في استيفائها، ويجوز التوكيل أيضا في إثباتها، فيجوز أن يوكل القاضي من يثبت الحد بسماع الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس: فإن اعترفت، فهنا في الإثبات، وفي الاستيفاء فارجمها، فجمع الأمر وهو الإثبات والاستيفاء للحد. نعم، والعقوبة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الإقرار فيه الذي قبله وما أشبهه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صح ابن حبان في حديث طويل. نعم، هذا الباب أتى به المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الإقرار بما سبق من العقود. وفي هذا الباب أو الحديث ذكره المصنف أو سيذكره المصنف بعد قليل، هو مسألة أن الإنسان لا يجوز له أن يكتم حقا لغيره من المسلمين،
فيجب على الشخص أن يظهر الحق وأن يبينه. وبناء على ذلك فإن العلماء يقولون لو حكم الحاكم بشيء وكان هذا الشيء مخالفا للباطن فحكم بالظاهر وخالف الظاهر الباطن، فهل حكم القاضي يبيحه باطنا أم لا؟ قول عامة أهل العلم إلا ما نقل عن بعض الحنفية أن حكم الحاكم لا يبيح المال في الباطن، لا يبيحه مطلقا. وبناء على ذلك فإن من صور ذلك لو أن قاضيا حكم ببقاء الزوجية، ادعت امرأة على زوجها أنه قد طلقها مثلا ثلاثا وهي قد سمعت هذا الطلاق منه، فرفعت للقاضي فأنكر الزوج هذا الطلاق، فحكم القاضي ببقاء الزوجية فحكم بالظاهر. فما دامت المرأة قد علمت في الباطن أن عقد الزوجية قد ارتفع فإن الفقهاء يقولون يحرم عليها أن تمكن من نفسها، بل يجب عليها أن تمتنع، وذلك بأن تختلع منه خلعة بالمال لأن العقد باطل، فيجب عليها وجوبا هي. وأما الإثم عليه هو فلا شك أنه هو عليه إثم عظيم لإنكاره الحق. وكذا سائر الحقوق، فإن من ثبت لغيره حق يعلم في الباطن خلافه فإنه يجب عليه أن يرد الحق لأهله. ولذلك قال الإقرار وفيه الذي قبله أي من الحقوق السابقة وما أشبه من الأمور، أي وما أشبه من الإقرار، فإنه يجب على المرء أن يقر بما وجب عليه بخلاف الشهادة، فإن الشهادة لا يجب أداؤها. فرق بين الإقرار وبين الشهادة، فالشهادة يجوز الامتناع بها، الامتناع عن أدائها لمصلحة ما لم يكن فيه أكل مال ونحو ذلك. الأمر الثاني أن الإقرار في الجنايات ليس واجبا، وإنما الإقرار إنما يكون في الحقوق المالية. ذكر فيه حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل الحق ولو كان مرا. وهذا الحديث ذكر المصنف أنه قد صححه ابن حبان، يعني رواه ابن حبان في صحيحه المسمى بالتقاسيم والأنواع وصحح هذا الحديث، لكن هذا الحديث يعني تكلم فيه كلام طويل لأهل العلم، وذلك أنه قد تفرد به رجل اسمه إبراهيم بن هشام وهو يعني متكلم فيه كلاما طويلا. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى باب العارية. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه أو حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. نعم. بدأ المصنف بذكر باب العارية أو العارية، يجوز الوجهان التشديد والتخفيف. فقال أول حديث فيه حديث سمرة، أي حديث الحسن البصري عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. وهذا الحديث صححه إضافة للحاكم الترمذي، بيد أن فيه علة، وهو أنه جاء من طريق الحسن عن سمرة، وقد مر معنا في العقيقة وفي غيرها أن الصحيح أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فقط، وما عدا ذلك فإنه مرسل. ولذلك فإن الحافظ الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى لما أورد هذا الحديث في كتاب الكافي قال إنه حديث حسن ولم يجزم بتصحيحه كما قال الترمذي والحاكم. هذا الحديث فيه من الفقه طبعا، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد، مراده على اليد أي أن الشخص إذا حاز شيئا ليس له، حاز شيئا ليس له، سواء كان هذا الحيازة بإذن من صاحب الحق كالعارية وغيرها، أو بمقابل عوض كالإجارة وغيرها، أو ظلما كالغصب، قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. هذا الحديث فيه مسائل أو فيه أحكام. الحكم الأول فيه دليل على أن من أخذ عارية من غيره فإنه يجب عليه ضمانها مطلقا، سواء تلفت العارية بتفريط منه أو بدون تفريط، وهذا هو مشهور المذهب، سنتكلم عنها إن شاء الله في الحديث الثاني. فإن مشهور المذهب أن من استعار من غيره شيئا كسيارة أو إناء أو غير ذلك أو قلما، فانكسر القلم بتفريط منه أو بدون تفريط، أو انكسر الإناء بتفريط منه أو بدون تفريط، فإنه يجب عليه ضمانه. وكيف يكون ضمانه؟ قالوا بقيمته إن لم يكن مثليا، وسبقت معنا قاعدة المثل والقيم. إذن فمشهور مذهب أنه يجب الضمان، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، إذن عليها ضمانه مطلقا، وهذا الذي استدل به الإمام أحمد على ضمان العارية. إنما لا يضمن من العارية شيئا واحدا فقط، إنما لا يضمن من العارية شيء واحد فقط، و
وهو ما يتلف بالاستخدام. هناك تجري العادة أن أشياء تتلف بالاستخدام، مثل من استعار من غيره سيارة فإنه يتلف زيتها، يتلف كفراتها بعض الشيء، يعني الاستخدام المعتاد، يتلف طرف الثوب لما أستعير منك وترة، مع الاستخدام يتلف الطرف بالاستخدام المعتاد، فإن هذا لا ضمان فيه، وما عدا ذلك فإن فيه الضمان، وسنأتي في الاستدلال عليه بعد قليل. أيضا مما استدل به هذا الحديث، انتهى الوقت. طيب، مما يستدل به هذا الحديث على مسألة أخرى، على أن العارية إذا أراد مستعير الرد فإن مؤنة الرد واجبة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى لانتهاء الغاية حتى تؤديه. فكل ما يعني تحتاجه هذه العارية من مؤنة إلى حين الأداء فإنها واجبة على المستعير، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. إذن فمؤنة الأداء ولو كانت كلفة كشحن ونحوه فإنها واجبة على المستعير. المسألة الأخيرة أيضا هي داخلة فيما سبق، أن هذا الحديث يدل على أن كل من أخذ شيئا من غيره سواء كان بحق أو بدون حق فإنه يجب عليه رده، أي بحق، أي أقصد بها بإذن كالعارية ونحوها والإجارة إذا انتهت مدتها، وأما بدون حق كالغصب والسرقة فإنه لا تبرأ ذمة المرء إلا بردها أو باستحلال صاحبها. نكمل بعد الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.